قررنا موازنة 3 سنوات. بالي. المفروض احنا داخلين منتصف اكثر من منتصف الثالث. الربع الاول. المفروض هسه احنا دازين الجداول مال 24. ماكو. اي هو طبعا هذه مسألة تؤخذ على الحكومة العراقية. اي. ولو يعني يمكن قبل يومين المالية قالت انا دزيت الجداول للمجلس الوزراء. وانا اعتقد مجلس الوزراء مطالب الان بالإسراع بدراسة هاي الجداول وإرسالها للبرلمان، لأن الآن كل شيء بتوقف وما نعرف هذا التوقف اللي جاي يصير بالمشاريع هل هو بسبب تأخير الجداول أم هناك أزمة مالية مقبلة؟ ممكن جدا هذا الحوار، هو هذا يعني هذا السؤال، والحكومة خافيته، يعني الحكومة الآن خافية هاي القضية. خلي في بالك موازنة 23 ما انصرفت، جاي أقول لك 3 أشهر موازنة. لا موازنة 23 ما انصرفت. اي جاي أقول 3 أشهر. اي فإحنا عندنا مشكلة الآن، عندنا مشكلة هل الجداول متأخرة؟ لو أكو أزمة مالية الآن أنتم متكتمين عليها وما نعرف بأي لحظة تنفجر، لازم المؤسسة المالية رئيس الوزراء لازم يوضح هذه المسألة. قد يكون هذا السيناريو الخطير المقبل. أنا متوقعة. متوقع. أيوة. خطير هذا مو؟ اي طبعا كلش خطير، وخصوصا اذا الدولة تحاول يعني تسكت عنه، يعني ما تكون واضحة في طرحها مع الشعب العراقي. مو تقدم خدمات وتسوي جسور؟ ما يخالف شيخنا، الجسور مو بمستوى ليش؟ ما يسمى بموازنة 23. ليش ادارة الحكومة بالجسور؟ ها؟ ادارة الحكومة بالجسور؟ ما يخالف، اعتبره انجاز. اوكي انجاز هي صحيح تمام، بس مو هو يعني على قولة عمي. اي مو هي زين، مو هي الرايدية، مو هي زين. اكو عندنا هواي امور هذه زين ما عندنا مشكله بها، اوكي ايه؟ ما خالفك عليها، بس انا معطيك 200 تريليون شو مسوي لي 25 جسر، كل جسر بتريليون، هاي 25 تريليون اوكي. هم بقى عندك 175 تريليون وين؟ اي ما سولف لي.